أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن صاروخا فلسطينيا محلي الصنع أطلق من قطاع غزة وسقط فجر اليوم على جنوبي إسرائيل دون وقوع إصابات. إلى ذلك رفع جيش الاحتلال حالة الاستنفار والتأهب القصوى بين عناصره على الحدود مع قطاع غزة تحسبا لأي تصعيد محتمل، وذلك خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية التي بدأت أمس وتستمر لمدة أسبوع.